مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج رموز، وسبب الاختلاف فيها كون رمزنا هي الشاعرة غير التقليدية أفراح أحمد محمد علي الدوسكي، والمعروفة أدبيا باسمها المختصر فرح دوسكي. ولدت شاعرتنا القديرة سنة 1963 من أم عربية وأب كردي في مدينة بغداد، حيث عاشت طفولتها ومسعاها الدراسي. أنهت مرحلة الثانوية بتفوق عالي أهلها أن تدرس الطب في جامعة دلهي بالهند، غير أن ظروف أسرتها حملتها على ترك الدراسة والبقاء في وطنها حتى غادرته إلى الأردن سنة 1998. كتبت أول قصيدة لها وهي بعمر 11 سنة، وفي عام 1999 حيث تبلورت إمكاناتها الشعرية مما هيئها أن تنال إحدى الجوائز الأدبية كأحسن نص أدبي نسوي، وهو تائه بذاتي، ثم أصدرت ديوانها الأول بنفس الاسم. صدرت للشاعرة 4 مجاميع شعرية والخامس قيد التنفيذ، والمجاميع هي تائه بذاتي عام 2007 ومجموعة أحاول دحرجة الأيام عام 2014 واسمك الضوء عام 2018 وفارغة من التصفيق يدي عام 2019 وآخرها قد قد من عمر لعام 2022. ولأني أخشى أن يخمد المندسون ثورتي أن تفضوا حدا لا تشهي بترك سريري الخالي من ثياب الإغراء أتركه إلى خارج الكون أتركه إلى محظوظة أخرى يقف عند بابها حراس قصيدة الأيروتيك في بلد العدل. لو تمعنا في قراءة تجربتها الشعرية سنلاحظ أن قصائدها تتمحور حول مركزين هما الحبيب والوطن، وأحياناً تستبدل الحبيب بالوطن. صوروه بهواتفهم عرشاً من القش يتساقط تأجه في كآبة وطن. كان علي أن أؤجل دخولي إلى ذلك المقهى قرب عشرات المآذن تحتمي قوافل النساء ينشدن اللامعقول على الطريقة التقليدية السخي حبيب الله. وأتيت أنت في ساعة الهرب حاملا رأس طاووس تكلمني عن الشهرة في ساحة كهرمان وعلى مسمع امرأة عجوز تردد أكثر من مرة المال مال الله. اعتمدت الشاعرة فرح دوسكي في كتابة قصائدها بنمطين شعريين هما الومضة أو الدفقة الشعرية والقصيدة، وتحاول فيها دائما الخروج عن المألوف وعدم تكرار المفردات الشائعة مع مسايرة الحداثة الشعرية. عملت الشاعرة على إرسال تنبيهات وتحذيرات من خلال قصائدها لإدانة وتعرية السلوكيات السلبية في المجتمع، سواء كانت العصبيات الطائفية والقبلية والمناطقية، بالإضافة إلى جرائم إنسانية مثل الاختطاف والتهجير القسري وإدانة لكل من يتلذذ بآلام الآخرين. بالإضافة لكتابتها للشعر، فقد برعت أيضاً بكتابة القصة والمقالة والشعر الشعبي، ولها منشورات كثيرة في صحف محلية وعالمية. ما زال شاعرتنا القديرة فرح الدوسكي مستمرة بعطائها الأدبي. نتمنى لها المزيد من النجاحات وننتظر بفارغ الصبر لنقرأ آخر إصداراتها الشعرية. دمتم بخير.